لا يزال سكان حي بالخادم رمضان بمدينة المشرية يعانون في صمت جراء غياب مياه الشروب عن حنفية المنازل وكذا غاز المدينة. أنا ملي ناقل على روحي ساكن هنا تيو تاع الماء ما لحقناش. وجاري راني طبطبت عليه يرحم والدي راه حل عليا راني نعمر في الماء. أنا ما فهمناش كاينين وحدين بعد اليوم تريسينتي دايما عن جاره. مازال تريسينتي ماهوش لاحقه. كلها وكيفها كاين نهار اللي تمشي للجامعة تعمر كاين اللي طبطب على الجيران ثاني يعمروا لك. 2013 راني هنا وكاينه مسافه هنا حبسوا لنا الطابي والماء خاص غير 100 200 متر ما نجموش يقدموها. كيروح يجيبوا من الباربيناز هذيك تاع القالب راه هنا تعمروا منها الماء. دور الماء اللي يسموه منين يجيب الماء يجيبها من هي هات خويا يجيبوها هنايا. هاد السكنه هي هنا راه ما فيهاش الغاز ما كانش. هي معاناة يومية يعيشها الساكنة يوميا تخرجهم في رحلة بحث عن قطرة ماء صيفا وشتاء. كنا نمشوا هاك وهاك ما باتنا حتى حية. حنا نطلبوا من السيد الوالي يشوف لنا الوضعية ذي في أقرب وقت. الماء من جهة، الغاز من جهة، تريسينتي ما كانش. الشتاء تعاني. ربما في الأيام القادمة إن شاء الله نكون خرجة ميدانية بتنسيق مع مديرية التعمير ومديرية الري والجزائريين المياه والبلدية. لا باش نخرجوا النقاط سير بلاص نشوفوا النقايص تاع 12 ساكن رغم انه تزيئا تحت الخواص. ان شاء الله في ايام القريبه ان شاء الله ندخل تما سير بلاص. يوميات السكان هنا اصبحت بمثابه حلقات مسلسل متكرره عنوانه البحث عن المياه والغاز. فالى متى يبقى حال هؤلاء هكذا ومتى يصلهم نور التنميه؟